صباح 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 مشرق الغد بكل عرب على حد مشيئة الرحمن العالمين، ولنا دائما تكون الغد العربية عند حسن يد. صباح شرق حسيت بس توعيب لسه كلام انتو سينار دائما، ما فيش احد ما يعلقش على كلامي. ايوه انت كلامك مؤثر خارج الواقع. لا لا سعيده جدا بوجودي معاك النهارده والله، وصباح الخير مشاهدينا، وصباح كله امل وتفاؤل وحماس، خصوصا ان انا واسمى مع بعض النهارده. جميل، واضح ان الحلقه هتمشي زي الفل ان شاء الله. ربنا يستر. روبوت ياباني بقلب ومشاعر. السيلفي ظاهرة مرضية تحتاج لعلاج. المتغيرات العربية وتأثيرها على الواقع المجتمعي والثقافي. الإتيكيت فن التعامل مع لين. تفضلي، احنا كنا بنتناقش في الكواليس قبل ما نبدا الحلقه على قصه الروبوت وعلى قصه ان التكنولوجيا الان بدات تسابق نفسها، وعلى ان في دول بعينها هي سابقه. أنا مش تطور عارفة الحياة، أنا مش عارفة التقنية الحديثة بعد كده واخدانا لحد فين. يعني فكرة إن يكون في روبوت ليه مشاعر وليه أحاسيس، يعني اليابان تقريبا هي مركز أو رائدة صناعة الروبوت ذات نفسها. تخيلي إنها كانت عاملة من فترة روبوت على شكل أنثى، بتبتسم، ليها مشاعر، بترد ردود عاطفية، بتتفاعل مع الشخص اللي بيتعامل معاها. الله. أنا مش عارفة هنوصل لفين بعد كده. طبعا هو التقدم التكنولوجي بيخدم الإنسان، بيساعده في حياته بشكل أفضل، لكن قصة يعني انا ممكن اتجوز روبوت آلي بعد كده؟ والله يا خوف انا بعدين، يا خوف انا. طبعا احنا بنتكلم اليوم تحديدا عن شركة سوفت بانك اليابانية للالكترونيات ومنتجات الترفيه عن تصنيع الروبوت ايبو الكلب الاليف في عام 2006. هذا كانت البدايات. طبعا مناشدة المعجبين بعد ايقافه، قامت بتطوير روبوت ترفيهي على شكل طفل. ايش بيعمل؟ كان بيرقص وبيعمل حركات اخرى ساحره، لكنه لم يتحول مطلقا الى منتج تجاري. الفكره كمان دلوقتي ان في روبوت على شكل انسان آلي، ممكن تتكلمي معاه كانه صديق ليكي، ممكن تفضفضي معاه، بيتفاعل معاكي، بيتكلم معاكي، غير الروبوتات الثانيه اللي بتساعد المسنين في شغلهم. في كمان روبوت مخصص للشوبينج، يعني على شكل سله كده ليها دواليب، بتمشي مع صاحبها في الاسواق، بتفضل مصاحبه ليه، ولما بيروح بيرجع للبيت بيفتحها، بتبقى الذراع بتاعها بتستخدم في انتبه الاغراض في مكانها. مكانها ولما يخلص بتجمع النفايات وتحطها في سله المهملات. حل. يعني مش عايزه اكتر من كده. ايه ولا شيء. تعالوا نشوف التقرير. كشفت شركه سوفت بانك اليابانيه عن روبوت جديد يسمى بيبر، على شكل انسان قادر على قراءه المشاعر، ويمكنه المناغاه والايماء، ويتحرك على عجلات. ويستخدم بيبر نظاما للتعرف على العواطف ونظام ذكاء اصطناعي يسمح له بتحليل الإيماءات والعواطف ونبض البشرية ليدرك أحاسيس الإنسان، بل ولديه قدرة على رسم البسمة على وجوه الناس. أكدت الشركة أنه بإمكان البشر استخدام بيبر والتحدث إليه كما يفعلون مع الأصدقاء، لأنه مبرمج لأداء عدة وظائف واستجابات. ظهر الرجل الآلي الذي لا يمتلك قدمين ولكن لديه يدان قادرتان على الإشارة برفق فوق منصة العرض في إحدى ضواحي طوكيو، حيث كان يصدر أصوات مناغاة وهمهمة، وسوف تطرحه الشركة في الأسواق العام المقبل للبيع في جميع فروعها عبر العالم مقابل نحو 2000 دولار أمريكي. هذا الاختراع هو الأول في تاريخ البشرية حيث يمنح روبوت قلبا ومشاعر، في الوقت الذي تعتبر فيه اليابان من أكبر دول العالم من ناحية الطلب على الروبوتات، حيث بلغ الحجم الكلي لشراء الروبوتات في اليابان 8 مليارات دولار خلال عام 2012. ماي جاد، هو شيء حلو بس مرعب ان احنا نوصل الى هذه يعني الى قمه التكنولوجيا بهذه السرعه وبهذا التطور، انه الانسان في الاول والاخير يحتاج احد يتفاعل معه بشكل اكبر وكي تكمله. ايوه انا مش متخيله نفسي قاعده بتكلم مع روبوت آلي، يعني انا الحلقه الجايه ممكن اعملها استبدل اسماء بروبوت آلي نطلع الحلقه صح. ولا يهمك، اوكي، سعيده بوجودك. طيب احنا معنا الصحافه